كيسر الزودي تيقول لي الزين الشمالي وانا مع الزين الشمالي قال لك ضربنا قاعو بيه بدا صداعو والله يدعن الزبون ما تيخليش لا بارا فهمتي والزبون بعرفتي وسع الكر واش لقيتوني انا مع حجيب ملحوش تحربوني حتى الحاويه تاعي في الانترنت ادوي ولا دايره واش انتوما هما اللي ديروا العاده السريه اللي صبحات الان علنيه بقى السريه الخوت كيمشيو الدراري ورا الحي الجامعي ديال اكدال ديال البنات كتعرفوا الحي الجامعي في الرباط الدريات في هذاك لي شامبر ديالهم في الحي كتعرف عليها بزازلا والبلاد في الغابه كيدير الباخه بشع 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 كيسردوا في الورق والله العظيم الاخوات على الرباط تشوف نهضر معاكم بالمعقول واحد البلاص ديال الدهوبي في دوك العيالات كيديروا داك التربات كيديروا داك الخيط كدير واحد الخيط درك تربتها بخيط على شويه دخلت الحياة حنا الرجاله ديال خرج واحد لابود غادي يلبسوها الصبابط وتقاصر عريادين تقاصر الصبابط كلشي عريان وديروا مسيره مسيره التربه ديال داك الدش دايره خيط ودرقها بخيط دوك المايوات ديال الطونق ستريك كاين راه شي بغا شي دراري مغاربه دوك الزوامل تا هما كيلبسو دوك المايوات ديال الزبله الزوامل ديال المغرب بقى صابغ شعرو طاقب وديه فهمتي واشنو داير في الطانقة الطانقة اللاعب ديال البوسطة كي داك ميدي جيت المليون ديال الدولار ديال الديابط واحد تقب ودو داير طانقة سرقة لجداه على حل الوناقش ديال جداه ماتت خلات ليهم بجوارات طانقات تقب ودو اللي بغى المايك نعطيو المايك الاخوان انا راه ما كنتقاداش والله العظيم ما تقادا علاش لان كنهضر بالقلب ديالي تلقائيا راه ما تقاداش واحد كاس ديال بولاده سيب كروش تو ماشي كروش فانتا لا هادي داك سميتو كندا دراي كيقول لك كندا دري تقلع البولاده كندا دراي المغرب تيقول لك كندا دراي بالانجلي و تيقول لها بحال تايب كيقول التيب فوالا صحابي يوتيوب تيقول لي يوتيوب ياك بغاربة تيقولوا يوتيوب غادي بقى نديرك في يوتيوب والله تا ديرك الدرية دير لك مزازلك في يوتيوب واحد البارح بغا يقول الريد اول قالك الريد عال قال لي الريد عال ترى خطارة الشعب والله العادي البارح في هذا الروبديف قال لي ما حسبش يدير لي الريد عال كي كتبقى كتبقاو عزاز فهمتي علاش نقول لكم علاش يا اخوان كتسمعوا مزيان الواقع والله بنادم ما يحافيك شباب بنادم اللي كيكون مدرب كيصحح والله يدير الزكت السمال كيولي بنادم قاري شي روبات في المحللين السياسيين غتقول هذا قاري العلوم السياسيه بخرج من هارفرد المغاربة تيولي محللين تيوليو ديال الفقهاء دخل شي روب تلقى كلشي الدين قال الله تعزك والله خير يا اخي في صوت يا جماعة الخير دخل حتى المغاربة خطر في اي بلاصة خدنا ديك الفرنسا باسيان فرنسي هكذا في ساركوزي سي تان جويف ويجيو عليا يلاه الاخوة داك لبس باش تغير لي الموضوع هذا زعما واللي بدك عادات اوليدي بدك عادات دابا هذا اللي تيكتب لي السميات القادير مو باقي كيمسح تربتو بقى غير السكر الزرق ديال السكر ماما دابا ولد القحبة هو يقول لها ماما ويقول لها امي كيدير ولد القحبة راسو فاسي شويه تقول قالت لي ماما شويه قال لي يابا قادرين ما شادين والو كاين شي دريات كيبغيو ديك اللعبه ديال القاع كتقول لي قالت لي ماما شوية تنسى تقول لك قال لي يابا شي الكذاب تيحسن قال لك الكذاب غاد سيو عاوتاني سولو كذوب تيبان الزواق تيطير فهمتي تيبقى المعقول تيبقى المعقول هاد مسكين هو اللي تيبقى اسمع الزحاف واو بطانة برجيلة
بابو كراسة كيدخل دابا ورا بحيت من هنا بقى داخل بشي سمية بحال والو وارك يسجل وعاد سجل شي نهار يسجل سجل ختو ما طانا وقيلا ما عندوش مو ياك عمر بطانا ما قالك قالت لي الواليد اجي بطانا تغدى ما عندوش مو وقيلا خيرية ولا سهل بنادم تيكون معقد تيكون برين تيكون في النفس ديالو فيها الخبز ياك يا اخويا تيكون خبيث كتكون في ديك العقدة ديال التعالي فهمتي بنادم هو والو من تواضع لله رفعه راه كاين كانوا تيقرينا واحد الفيلسوف كان تيقريني علي سبيل الدشار علي سبيل الدشار كان تيقريني في لافاك الفلسفة مصري وكان طالب اللجوء السياسي الرئيس جمال عبد الناصر كان رفض الوحدة اللي غتكون بسوريا ومصر وتواضع صح يدير معاه شي واحد حدا لاكار ربابيل يجيب لي شي كتاب كتبقى كيتسدى بساعة قبل فيلسوف كيجي قارو بن لسبان سميتو علي سبيل الدشار واحد باقي تتربتو زحاف كيخرف قلاس قال طالع للسما يلا حلل وناقش هذا هو الاشكالية اللي كاينة قال اخويا خذوا المايك